حياتكم. تتمنوا هاد 20 ماي نتمنوا الله سبحانه وتعالى، كنا بغينا نتمنوا نكونوا خارجين، ولكن مدينة سلا ما دارتش الحجر، ما دارتش الحجر، وهادشي غادي وتيتزاد. لكن اختي بغينا نخرجوا هاد 20 ماي وهادشي شنا غادي وتيتزاد علينا نهار مور نهار، والناس ما دايراش الحجر، ما دايراش الحجر، باش يكون نهار تنشوفوا حنا. هزي عينيك ودوري 1000%، كل الناس خارجه، ما بقاتش الناس غتدخل ديورها، الناس خارجه والناس تأزمات، الناس زيرات، الناس تجلس محلاتها وتجلس محلاتها، الناس تخرج، الناس كلها ولات تخرج، خارج الكبير، خارج الصغير، خارج كل شيء. المرأة ولات تتقدى تخرج ولدها وهي وراجلها، ولدها قالت كيهز القفة حتى هو. الناس راه شويه دابا هاد العشرين، راه دابا هاد الايام الاخيره ولات تزاد مدينه سالا، الحي كريمه، حي الرحمه، الواد، الشيشان، قال كل الشيخ مفضل، هادشي تزاد، حي نبيعه تزاد هادشي، ولا بنادم السبب الناس ما شدتش الحجر، ما شدتش الحجر في ديورها وجلست في ديورها، والناس ولات خارجه حتى الدور، الحجر ما بقاش دابا، الناس ولات خارجه حتى الدور. وحنا تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى تعطينا كيف حالك شي الناس ديال برا، الناس خرجوا تواضعوا ولا خارجه، هذاك الشيء ليه نظام، يخرجوا شويه. حنا تنتمنوا اللي ما يخدمش هو النقل، النقل ما يكونش بين المدن، تنبغينا النقل ما يكونش بين المدن، بين الرباط، سلات، دار بيضاء، اكادير، تيزنيت، ما تدخلش المدينه، حيت داك الشيء تيتقوى، وما عندهم التوريست، حنا التوريست ديالنا قليل، ما عندناش التوريست في مدينه سالا، قول لهم. سلا عندنا توريست قليل، حنا راه ماشي هو الرباط ولا مراكش ولا الصويره ولا اكادير ولا تيزنيت. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يديروا معنا حل. المواطنين ديالنا راه مأزمين، الناس من ناحية التجارة مأزمة، من ناحية الناس تجيب رزق أو تضيع، من ناحية الدولة راه قايمة بالواجب، ولكن الواجب ديالهم حنا، السلطات المحلية راه قايمة بالواجب، ولكن كنتمنوا من الله عز وجل يديروا معنا شي حل.